خدامه عند هذا السيد 9 سنين وانا خدامه عنده بلا حقوق بلا حقوق بلا حتى شي حاجه بلا لاكيس بلا لاسينيسيس بلا حتى شي حاجه عندنا وليداتنا بلا كونجيات بلا اعياد بلا حتى شي حاجه حنا اعياد وكنخدموهم لا لاكيس لا وراق لا كونجيات لا حتى شي حاجه وخبركنا في العيد وقلنا غنرجعوا نخدموا على اساس قلنا غنرجعوا نخدموا دار معنا 15 يوم وقال لنا جينا غنخدموا على اساس باش نخدموا ملي جينا نخدموا داك الشيء قال لنا ودي سيروا مازال غادي نعيطوا لكم عاودنا رجعنا ملي رجعنا كنتفاجئوا قال لك السيدي حنا ما بقيناش خدامين هنا شركه دارت فايت باش دارت هاد فايت ما عرفناش الشركه باش دارت فايت والشركه باقي الماكن باقي الخدمه باقي كل شيء يعني الطرزه باقا خدامه الطبعه باقا خدامه يعني الخياطات ما خدامينش واقفين ملي جينا نشوفوا قال لك حنا ما كنعرفكمش يعني دخل واحد جديد مع نسيبو حق نسيبو دخل ملي دخل قال لك انا ما كنعرفكمش يعني هاد السيد ملي ما تعرفناش حنا ملي ما تعرفناش هاد السيد علاش شادنا علاش مخدمنا علاش مخدمنا علاش شادنا يعني هاد السيد اللي جا راه مده شهر وصرف وخدام معانا راه شهر وصرف وخدام معانا راه غادي يعرف كل وحده غيعرفها راه ما يمكنش الا خدم معاك نهار راه غادي يعرفك ما يمكنش ما يعرفكش واني قال لك ما كيعرفناش وملي طردنا حنا حنا اتجهنا للقانون ان القانون فوق البلاد وفوقنا وفوق اي واحد حنا القانون ديالنا ما نسمحوش فيه وما ما نثبتوش على حقنا حقنا بغيناه باش ما بغى بالخاطر بغى الصحه كيما بغى حنا حقنا بغينا حيت حنا ضايعين حنا هاد الناس كلهم ضايعين وهادو اللي خدم دابا خدم ثلاثه الناس ان ثلاثه الناس ما يمكنش غادي يخدموا ثلاثه الناس راه يخدموا كل شيء ما غاديش يخدموا كل شيء وخدامين العنف وخدامين بالعنف وخدامين بالعنف وخدامين بالاحتقار وما كاينش كلمه زوينه ما كاينش كلمه طيبه يعني خدامين هاد الناس ما كاينش معامله ما كاين حتى شي حاجه يعني خدامين تستزاب ما عطاوناش شي وعد ما قادوناش في خدمتنا ما دخلوناش دخلوا شي وخلوا شي وحنا بقينا هكا العمال اللي خدموا في هذه الشركه الاقل ديالهم عنده 10 والاقدميه ديالهم عندهم 34 سنه هذه الشركه اللي في طول من هذه المده كلها كتخدم بدون احترام قانون الشغل اي حق من قانون الشغل ما كتعطى هذه الاداره ما كتعطيش للعمال ديالها هذه المده السنوات كلها العمال صابرين على الحقوق تاعهم نهار على نهار المؤسسه كتطلع والعمال كينزلوا مؤخرا مشاو في العطله السنويه تاعهم هذه غنعطيك ابعد تقدير هو انه بعد العطله السنويه ديالهم في المواد جويه بعد ما التحقوا بالعمل في شهر 8 كيكتشفوا بان صاحب المؤسسه كيقول لهم بانه ما كيعرفهمش تنكر لهم الوقت اللي جات المركزيه النقابيه وطلبته في اجتماع لدى مندوبيه الشغل فعلا بركنا جا بين على انه ما عندوش مشكل فتح معنا واحد الحوار عندنا محاضر نقدروا نمدكم بها جلسنا ورينا بانه خارق قانون الشغل حنا والناس ديال المندوبيه دار معنا محضر اتفاق قال لك بانه غيفتح صفحه جديده حنا كمركز نقابيه كنعرفوا شنو كنقولوا قلنا له بان غنمدوا لك يدينا حفاظا على المؤسسه وعلى تشغيل هاد العمال غنبقاو نحلوا معاك المشاكل نقطه بنقطه هو كمشغل عطانا الوعد بانه غيستانف العمل ابتداء من يوم الاربعاء الا ان يوم الاربعاء بعد التحاق جميع العمال والعاملات بالمقر العمل ديالهم كيتفاجئوا به بانه دخل واحد المجموعه وخلى مجموعه على برا كيقول لها انت ما كنعرفكمش رغم ان هاد الناس عندهم ادله بانهم كيشتغلوا في المؤسسه والمده طويله ومع العلم على ان الاخوه الاخرين اللي دخلوا داخل المؤسسه وجدوا عليهم ما عندهمش اليه العمل كلها محيده لهم جالسين في دي بوست اللي ماشي ديالهم محيد الخدمه اطلاقا طافي الضواء محيد لهم اليه العمل وقايم عليهم بالتعسف شي ورغم ذلك حنا في التاثير ديالنا العمال كنقول لهم ماشي مشكل خدموا ومدوا ليه يدو الا ان هذا السيد راه كيعتبر راسو فوق القانون حنا دابا عندنا معاه جلسه اخرى يوم الثلاثاء ان شاء الله نتمنوا تحل على خير وعلى خير.